وهلو، كيف حالكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ صباح الخير يا جماعة. أنا الآن صحيت، تمام، وصحيت على مسج إشي كثير بجنن. أنتوا عارفين هيك شعور الواحد بس يكون بحب ويجي مسج من حبيبته: صباح الخير يا عمري، وصباح الخير يا حياتي. هذول الكفار ملناش فيهم. أنا صحيت على مسج كثير خرافي من اليوتيوب. تعرف شو المسج؟ اقرأ. شو رايكم بالمسج الخرافي؟ بالله يا اخوان، هاي اول دفعه بتوصل لي من اليوتيوب. انا كثير مبسوط، كثير كثير مبسوط. المهم، قبل ما تجيني هاي الدفعه كنت انا مخطط في راسي انه اي شلن راح يجيني من اليوتيوب راح اخليه لليوتيوب بس. لذلك انا من زمان كنت حاب اشتري رينج لايت تبع الاضاءه اللي بيعمل العين وهيك. فمن زمان كان نفسي اشتري رينج لايت. هسه الان راح اطلع اظني غاليها مباشره اشتري الرينج لايت. يلا نروح مع بعض ونشوف شو راح نشتري كمان بعد الرينج لايت اشياء لليوتيوب من مصاري اليوتيوب. هي هيك احنا تمام. هي حمودة على جنبي وهي عمر وراي وضايل الشله تكتمل، بس مين ناقصنا؟ عبود. اهم شيء سلك الشاحن دائما هذا على رقبتي محطوط عشان ما انسى. المهم، خلينا نروح ناخذ عبد. عبد ساكن جنبي طبعا، فخلينا نروح ناخذه ونطلع مع بعض عشان نشتري الرينج لايت. يلا عبد، يلا صديقي نروح نشتري الرينج لايت. واخيرا يلا صديقي عبد. طبعا يا جماعة الرينج لايت بدي اجيبه من مرج الحمام. يلا مرج الحمام، وانا ساكن اخر الدنيا. رينج فيل لايت، واخيرا يا جماعة اشتريته. طبعا جربناه وهيك اموره طيبة. بنجربه كمان هون بالسيارة كمان مرة معاكم. هاي الرينج طبعا. دقيقة شوي، انا عجقتي. ناخذ الباور بانك شوي، نعمل هيك، هي شغالة. بندوس على هاي الكبسات ملم. طبعا طلعوا كيف راح تصير الإضاءة بس ينضوا علي هيك. قرب التليفون مبين حليو. طبعا بدي اغير اللون، مش عاجبني. بدي اغيره كمان مرة. طب بدي اغيره، بدي اوطيه. طيب اوه بدي اعليه. اخوان هيو الرينج لايت هذا. انسونا من الرينج لايت، تمام. هون هاي المفاجأة الكبرى. اكيد الرينج لايت مش راح اعلقه على المراية زي هيك في الدار، فهمت علي ولا بصور؟ جبنا هون هيك اشي اختراع صغير معاه الترايبود للرينج لايت. المهم يا جماعة، واخيرا انا اشتريته. من وين جبت هذا الرينج لايت؟ اشتريته من بيج على الفيسبوك اسمه L3 ستور، ورابط هاي الصفحة اكيد موجود تحت الديسكريبشن. هاي الصفحة زي ما انتم شايفين، تمام. اي حدا راح ياخذ من عندهم اي شيء، طبعا هم مختصين في شغلات كثير، يعني عندهم شغلات اكسسوارات للموبايلات، عندهم اشياء هيك تخص الحياة، وعندهم برضه اكسسوارات للتصوير. اي شيء بتحبوا تشتروه من عندهم راح يعملوا لكم خصم مرتب. المهم هسه يا جماعه، بعد ما اشترينا الرينج لايت حاليا احنا في مرج الحمام. مش عارف بصراحه وين بدنا نروح، بس انتم خليكم معنا واحتياطا، ما بتعرفش شو بصير معنا يعني هذا المؤاخذه. وبرضه خليكم استنوا قبل ما نروح على الدار عشان تكونوا معنا لما نحط الرينج لايت، وين نحطه، وين نختار الخلفيه، وشو بدنا نعمل كمان بخلفيه الاستوديو اللي بدي اعمله. بس وشكرا، نتفضلوا يلا معنا، الحقونا يا جماعة. صح، نسيت احكي لكم شغلة ضرورية جدا. سكوبي من الدتا، سكوبي من الدتا. يلا عيد عيد اخر مره. يلا عيد عيد بسرعه بسرعه لسانه مسكره. كوم دو بابا او بوم 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 بوم. فضحنا حالك وصل علينا يا كبير. هو عاد نزل ستوري يا اسامه. مش ستوري هذا فلوج، يا ريت ستوري. انت صديقي تقول لك شغله. لا 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 استنى شوي، بس تشوفني ماسك التليفون بالعرض اعرف انه ايش فلوج. اذا بتشوفه بالطول زي هيك اعرف انه ايش. بس صديقي انا حاب اقول لك شغله برضو، انا نفس الوقت مش حالف يميني اني اظلني انفضح. مش فاهم كل فيديوهاتك. عن جد انت كل فيديوهاتي، كل فيديوهاتي انت ممسوك عليك فيها ماسك. والله بشرف امي. ديسكو ذا بابا او بابا بابا. يا اخوان بتحسوا مخدرات غيه بالنسبه له يعني. مش طبيعي، مش طبيعي. والله انت مش طبيعي، بس مشيت معاك لساعات. سكوبي دب دب دب.
والله يقرص لي حمود والله شباب بحياة الله الا سواقه كان الغلط والله ما رد العس حالي ولا شو يا الله يا اسامه سواقه ولا برين سواقه ولا برين لا لا بابا بابا اسكر الله عبد دخلك واحد يقرص انا ضغطت وجهي على الفضايح اقول اسر انا اقول اسر لي وليكم اسمع بالله بالله بقول لك شغله غني لنا موال يا خال لا بحياة دينك لا لا اعطيني موال يا خال ما نخلصش هسه بس قصير بس 10 ثواني نفسه بطفي في مجال تغني لنا موال يا خال دقيقة يلا يا خال الخال وده مالبورو احمر يلا تفضل يلا يا خال يلا شدو الخال وده مالبورو احمر انطين بالي حطيت موال والله لو تقول لي 100 ليرة ما اعرف عندك اياها موال صغير خال يلا يلا استاذ عليه اقول قول 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 اسمع إذا فعلت الطيب لا تندم عليه الله أنا كثير سويت ماشي عليه ما أدري شو سويت وش عاد لو إنك تجملت بريدي ريدي حكم ضميرك وحكم العقل النزيه وفي وصية شاهي من قال ولدي ولدي لا تخبط الزرعة بس ما عليك ما عليك كمل كمل استمر استمر مبدع ما عرفت الطيب كلهم يعني ترى ما له شبيه شبيه لا ضاق جوك قال ابشر بسعدي سعدي اوه انت قلت لي ثلاث مرات بس سعدي والله والله نسيت يا سعدي ابشر بسعدي شكرا يا خال استنى شوي نطول طويل يا زلمه هذا الرينج شو اسمه وين وصلت سعدي ابشر بسعدي رجل حلالك كلمة تملك يديه مثله مثل شرواها لازم نقتدي ومن العفن رد فينا لا ترتجي بعض الأوادم عندها الطيب غني غني عفس عاص عاص الطيب يبقى عند بيضان الوجيه وجيه خنصف خنصف ومرفوع قدرك دام لك كف الندي ندي واللي يبيعك لا تحاول تشتريه اسمع كلامي يا الفهيمة الأجودي المجلس اللي ما يفيدك لا تجيه ارفع مقامك عنها يا نجم الجدي والناس ما طيب وبعضهم شفيه تفرق مثل فرق الأصابع بيدي زكف يا شباب وفرق الأصابع في يديهم كمان بس بس عشت عشت طال عمرك طال عمرك طال عمرك يا خال وصفينا يمينا خلاص شكرا شكرا لعبد شكرا شكرا لعبد على هاي يعني الفقره الجميله جدا بصراحه انبسطنا فيها شكرا احلى شيء بعمان تعرفوا شو شو احلى شيء بعمان احكي له ازمه مين أزمة كلها ازمه اصلا اسمعني ايش اسمه يعني احنا بدنا تقريبا ساعه وشوي قبل ما نمر في هذا الطريق الخرافي ازمه عمان رياضيات عربي هذا الرياضيات انت شو بدك رياضيات صف تاسع ثامن رياضيات ثامن رياضيات ثامن رياضيات طبعا انا هذول بنحطهم هيك على الباك جراوند الخلفيه بالتصوير فيسبوك ويوتيوب وانستغرام هاي حلوة أبو جنني على الأغلب هسه هيك الأمور طيبة كلياتها وتمام بس إنه ضايل المشكلة بس هيك أحط إنه لون وراي خلفية مثلا مش عارف هسه خلينا نروح مع بعض على الدار ونحط نلزقهم على الحيط ونشوف كيف بيطلع الشكل أو شو بدنا نزيد عليه يعني نجهز قاعدين بالاستوديو أبو الشلن ظل آخر واحدة هاي امسك عارف هاد بتطلع حلو ولا لا اليوم طالع راح اصور فيديوهات هون راح يولع الدوري هون اليوم طالع هسه هاي هيك ترى هذول الخزوق انسوا ها مش مهمات اصلا بس انا اوقف هون خلاص على ما اظن هيك الوضع تمام اوكي
هيك بكون خلص فلوجنا لليوم. ما عملت بمصاري اليوتيوب غير اشتريت هذول الوحده حق 4 ليره يعني مش حق ليره اصلا، فهمت علي؟ واشتريت الرينج لايت. وخليني بس هيك بعد ما اخلص حكي امسك التليفون وافرجيكم. المهم الفيديو الجاي راح يكون عباره عن يعني هيك اوقف واحكي، لانه باخر فيديو صورته تبع ليش بكره السعوديه اللي هو اشاعات المتابعين عني، اكتشفت انه المتابعين يعني طولوا كثير بالفيديو بنسبه كبيره عن باقي الفيديوهات. فتوصلت له انه الناس حبوا كثير انه انا بحكي، حبوا يحضروا فيديو وانا واقف او انا قاعد وبس بحكي مع الكاميرا. فلذلك راح اجرب وان شاء الله يعجبكم هذا الاشي. تمام، هسه بدي امسك الكاميرا والف اصور هيك بالكاميرا الخلفيه افرجيكم الاستوديو من الجهه الخلفيه. يعني هي الترايبود من يوتيوب وفيسبوك، طبعا اقبال الشباك كالعاده عشان ايش، وهذا الضوء، وهي اللي حددتن هذولا. لا جبت العيد رسمي انا.